السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور طارق صفصاح، مدرس الجراحة العامة MRCS، عضو جمعية الأمريكية لجراحة الجهاز الهضمي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على محاضرة الأكيوت أبنسايتس، وإن شاء الله تبقى محاضرة مفيدة. قبل ما نتكلم على البوزيشنز أوف الأبندكس، عايزين نعرف إن الأبندكس ده ما هو إلا هولو ستراكشر، هولو ماسكولار تيوب كده طالعة من الأبندكس، وبتبقى بدايتها عند الكونفلونس بتاع التينيا كولاي. لو جينا نتكلم على البوزيشنز بتاعتها، زي ما انتم شايفين عندنا في بوزيشنز كتيرة، بس اللي احنا عارفين ان الريتروسيكال بوزيشن اللي هو ده هو بيمثل 74% من البوزيشن، يعني موست كومن اللي بتبقى ريتروسيكال خلاص. والنكست كومن بوزيشن هو البلفيك بوزيشن اللي هو ده بيمثل 21%. عندنا طبعا في سبستيكال بوزيشن، عندنا في بري اليال اند بوست اليال بوزيشنز، لان عارفين برضو في الاناتومي بتاعنا ان احنا عندنا في الميزو ابندكس اللي هو اللي يعتبر الميزنتري اللي فيه البلاد سبلاي بتاع الابندكس. وطبعا البوزيشن ديت بتعرفنا اكتر وقت السيرجري ازاي نتعامل مع الزايد. لازم النهارده نتكلم على الباثولوجي اوف الابندسايتس. لازم تبقى عارف اللي هو فيه نوعين في الباثولوجي، فيه اوبستراكتيف وفي نان اوبستراكتيف. والاوبستراكتيف ده اكتر، يعني بيمثل تلتين الحالات، والنان اوبستراكتيف ده بيمثل تلت الحالات. الاوبستراكتيف ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان ممكن حاجه صغيره بتخش بتقفل اليوم بتاع الزايده، وليكن اشهر حاجه الفيكولس اللي هو بيبقى عباره عن انسبيسيتد ستول بيخش جوه الزايده وبيقفل. طبعا بعد ما الزايده بتتقفل بيحصل ان الهولو ستراكشر ده بيبتدي ينتفخ جامد، ويبتدي البكتيريا اللي فيه بتبتدي يحصل لها اكتيفيشن، فبالتالي بنخش بقى المراحل بعد كده الساتوريشن، وبعد كده ممكن يحصل جانجرين الابندكس ويوصل لبرفوريشن. النون اوبستراكتيف غالبا بيبقى نتيجة كاتارال انفلاميشن خلاص، عشان كده بنسميها كاتارال ابنسايتس. زي ما شايفين الكورس بتاع الابنسايتس، عندنا اكيوت ابنسايتس اللي عندنا الشمال، واضح جدا ان السيروزا بتاعة الزايدة بقى عليها بلاد فيزلز واضحة جدا نتيجة الانفلاميشنز. زي ما احنا عارفين في الكورس بتاع الباثولوجي، لو ما عملناش ابندكتومي او كان في فيكلس في اليومن، فبيبتدي بيحصل ان الزايده دي بتنتفخ جامد، وبعد كده بيحصل ثرومبوزس في البلاد فيزلز اللي داخله الزايده، وبالتالي بيحصل جنجرين للزايده. زي ما واضح ان في جنجرين حصل عند التب بتاع الابندكس، طبعا جنجرين ده ممكن يحصل بعديه بيرفوريشن خلاص. طبعا اخر صورة ديت زي ما شايفين الفيكولس اللي موجود داخل الزايدة من طريقة لما فتحنا اليوم. في الكورس بتاع الابنسايتس زي ما شفنا الكتارة ابنسايتس وفي الجانجرينس ابنسايتس، ممكن يحصل لو الانفلاميشن مش قوي قوي والاميونيتي عالية جدا، ممكن يحصل ابنديكولار ماس، والماس ديت لو حصل جوه انفكشن ممكن يحصل ابسس، فممكن تعمل ابندكولار ابسس. زي ما انتم شايفين ده السيكم، الماس حصل ازاي؟ ان السمول باول بدات تيجي على زايده تغطيها، والاومنتم اللي هو اللون الاصفر ده بدا يجي على زايده يغطيها. الابندكس تقريبا واضحه من هنا اهوت تمام، فعمل لنا حاجه اسمها ماس، او لو في ابسس يبقى ابندكولار ابسس. دي الصور لابراسكوبيك من حالات حقيقية خاصة بينا. زي ما انتم شايفين على الايدين اليمين ده هو ده ابسس بدا قصدي ماس بدات تبان. زي ما انتم شايفين الاومنتم بدا يكريب ناحيه الزايده، وده الابندكس اهي تمام. الصوره اللي على الشمال ده صوره دي السيكم اللي قدامنا ده، ودي صوره باس، والباس ده ظهر بعد ما الابسس الابندكس ابسس اتفتح مننا واحنا شغالين باللابروسكوب. لما جينا اتكلمنا في الباثولوجي قلنا ممكن يحصل كاتارال ابنسايتس، وبعد كده ممكن يحصل جانجرين، وبعد كده بيرفوريت يحصل رابشر للابندكس.
هعرف ازاي رابشر ابندكس ده؟ طبعا كلينيكال بيبان بحاجات معينه، لكن خلينا نبص هنا على الصوره ديت. زي ما انتم شايفين اللون الاصفر ده عباره عن بص وبدا يتجمع في البطن كلها، فالعيان ظهر عليه جنرالايز بريتنايتس. ولو عندنا اشعه مقطعيه زي ما انتم شايفين الاشعه المقطعيه باين الفلويد هو ده اللي باين حتى هو ماشي فوق الليفر. تمام، لو جينا نتكلم على الاعراض الزايده، ولما عارفين ان الزايده ديت كلينيكالي دايجنوز، يعني ان كان الانفستيجيشنز بتساعدنا لكن هي كلينيكالي دايجنوز. اشهر حاجه عندنا حاجه اسمها شيفتنج بين، ان المريض بيحس الاول فيه بين حوالين الامبلاكس وبعد كده البين ده بيشيفت ناحيه الراتيجيلاك فصل. لازم نبقى عارفين السبب ان هو بيبقى حوالين الامبلاكس. اول حاجه الفيسترال بين، ده فيسترال بين بما ان الزايده ديت تبع الميد جت فبيبقى ريفيرد لتي 10 اللي هي حوالين الامبلاكس. بعد كده الشيفتنج بين ده ناحيه الرايت اليك فوسا لما يبقى سوماتيك بين او يوصل للبارايتال بريتونيوم، فبيبتدي البين يبقى موجود ناحيه الزايده في الرايت. ده الشيفتنج بين ممكن يبقى فيه نوزيا وفومتنج، بس الاكثر النوزيا. لوس اوف ابيتايت او الانوركسيا، فيفر تبقى لو جريد فيفر، ممكن يبقى فيه كونستيبيشن او دايريه، ابدومينال بلوتنج او انتفاخات. طيب ايه الساينز اللي تبان على المريض؟ طبعا اللو جريد فيفر ديت هتبان خلاص. ازاي هتبان؟ ايه السبب؟ الترمومتر. لو لقينا حرارات عاليه جدا في الزايده في اول نشك ان هي ممكن تكون بيرفوريتد او في بريتونايتس بقى تظهر او في ابسس. عندنا اول حاجه التندرنس، والتندرنس ده اكتر حاجه فيه في الماجنيز بوينت. والماجنيز بوينت ديت اللي هي النقطه دهيت، هي بنعرفها ازاي؟ هي نقطه ما بين تلت وتلتين المسافه اللي موجوده ما بين الامبلايكس وما بين الانتيريور سوبيريور اليكس بوينت. خلاص، طيب ايه تاني غير التندرنس؟ عندنا في حاجه اسمها الريباوند تندرنس، هنشوف التيست بتاعه كمان شويه. عندنا في حاجه اسمها الروفدنج ساين، عندنا في حاجه اسمها السوبر ساين، وعندنا حاجه اسمها الاوبتريتور ساين. هناخد دلوقتي التيست اللي بنعمله في الاكيوت ابندسايتس. اول تيست هناخده هو الريباوند تندرنس. Rebound tenderness is an important sign indicating peritoneal irritation. The palpating hand is slowly and gently pressed deeply into the abdomen, then quickly released. If peritoneal irritation exists, the maneuver is quite painful. Ask the patient where the pain is most intense. Okay, Tom, at this point in time, I'm going to check rebound tenderness in the abdomen. I'm going to palpate gently but deeply with quick release and checking for any pain with that. زي ما احنا شايفين هي ضغط على الناحية اليمين جامد وكده رفعت ايديها والبيشنت حاسس بالريباوند تندرنس. هناخد دلوقتي الروزنج ساين. A positive Robsing sign is found in acute appendicitis. It is a variation on rebound tenderness. To perform this test, press slowly and gently into the left lower quadrant of the abdomen, then quickly release your hand. Sudden pain in the right lower quadrant is a positive Robsing sign. Okay, Tom, I'm going to palpate the left lower quadrant down here with quick release and let me know where you feel the pain. روفتنج ساين هي ضغط على ناحية الشمال من بطنه وحس البيشنت بتندنس في الرايت سايد. دلوقتي هناخد تو تيست تانيين، السوا ساين والتريسو ساين. نبتدي بالسوا ساين. A positive SOA sign is another indicator of acute appendicitis. The appendix lies close to the iliopsoas muscle, so if the appendix is inflamed, any maneuver that tenses or stretches the iliopsoas muscle may result in increased right lower quadrant pain. There are two ways to test this SOA sign. One way is to have the patient try to flex the right hip by raising the right leg against the resistance of your hand. Tom, I'm going to have you raise your right leg against my resistance and let me know if you have any pain. The second way to test the SOA sign is to have the patient roll onto his left side, then grasp the right leg and extend it at the hip. This stretches the psoas muscle. Increased right lower quadrant pain with either of these maneuvers is a positive psoas sign. Tom, I'm going to have you roll on your left side. And I'm going to extend your leg and let me know if you have any pain with this. Okay. You can turn back over on your back. هي حطت الـ psoas muscle under tension.
وحصل البين كان موجود في الرايت سايد ناحيه الزايده. هناخد الاوبتريتور ساين. The obturator sign is another sign of appendiceal irritation. The internal obturator muscle lies close to the appendix on the right. When this muscle is stretched in the setting of an acute appendicitis, the patient experiences increased right lower quadrant pain. To perform this test, flex the patient's leg at the hip and the knee, then internally rotate the hip. This stretches the internal obturator muscle. Okay, Tom, I'm going to flex the knee and the hip and internally rotate, and let me know if you have any pain with that. نفس الكلام برضو حاطط الانترنال حاطط الاوبتريتور ماسل اندر تنشن. نتكلم دلوقتي على الانفستيجيشنز اللي بنعملها. اول حاجه في الانفستيجيشنز عندنا في لابروسكوبيك في لاب ستاديز خلاص. اشهر حاجه الواي بلس سيلز والسيري اكتيف بروتين, وطبعا ممكن نعمل الترا ساوند, ممكن نعمل سي تي, وهنوريكم الجوريزم كده امتى نعمل ده وامتى نعمل ده. اشهر حاجه في الواي بلس سيلز اللي في ساين في حاجه كده اسمها شيفت اوف ذا ليفت, يعني احنا المفروض يبقى في ليكوسايتوزس, والليكوسايتوزس ده اكتر نيوتروفيلز. الطبيعي احنا عارفين 4000 ل 11000, اجي زياده عن كده تبقى بص معانا. وفي حاجه اسمها شيفت تو ذا ليفت, ان احنا لو عملنا بلاد فيلم هنلاقي ان الخلايا شيفت تو ذا ليفت زي ما شايفين. شيفت تو ذا ليفت معناها ايه؟ الاماتيور سيلز زياده. طبعا احنا كل ما يمشي كده كل ما النيوتروفيل تبقى ماتيور, تو ذا ليفت يعني اللي احنا بقى اماتيور اكتر يعني. خلاص عشان بس تبقوا عارفين ايه التعبير ده. لو عملنا سونار زي ما انتوا شايفين على الشمال ده الالترا ساوند, دكتور الاشعه بيبقى شايف الالياك ارتي والالياك بين, لكن بيبقى شايف فيه بلايند اند ستراكشر زي ما انتوا شايفين كده. والبلايند اند ستراكشر ده ممكن يبقى شايف فيه الفيكوليس, وممكن نلاقيه ديستندد عند ناحيه معينه. ممكن نقيس الابعاد ويقيس طول الزايده. تمام. لو بصينا على ايدينا اليمين ده اشعه مقطعيه, دي اشعه مقطعيه سي تي ويز كونتراست, وزي ما انتوا شايفين ده السي كام على الرايت سايد. ولو خدتوا بالكم اللي هنا فيه تيوبلر ستراكشر اهوت وفي فيكوليس, فطبعا ده شور اللي هي حاله اكيوت ابنسايتس. وهنقول لكم امتى نعمل سونار امتى نعمل سي تي. بعد ما عرفنا الانفستيجيشن والكلينيكال ساين كده, في حاجه اسمها الالفورادو سكورنج, ده بيساعدنا اكتر في ان انا اقيم العيان بتاعي واديله سكور معين, اعرف بيه العيان ده محتاج يخش عمليات, محتاج يعمل يمشي كونزرف تريتمنت, محتاج افكر في تشخيص ثاني. بنسميه الالفورادو سكورنج ده بنسميه مانترلز سكورنج سيستم. خلاص مانترلز ديت اختصار ل ام اي ان تي ار اي ال اس, كل حاجه من دول معناها حاجه. اول حاجه ميجريشن بين, ده بنديله رقم واحد. الانوركسيا بديها رقم واحد. الان اللي هي النوزيا بديها رقم واحد. التندرنس اللي هو تي دي رقم اتنين. الريباوند بديه واحد بس. الليفيت تمبريشر اللي هي اللو جريد فيفر اديها واحد. الليكوسايتوزز اديها اتنين. تمام. شيفت تو ذا ليفت دي اللي قلت لكم عليها من شويه اديها واحد. اشوف جبت سكور كام من 10. لو قل من 5 يعني غالبا دي ممكن متبقاش زايده. من 5 ل 6 ابنسايتس بوسيبل, من 7 ل 8 ابنسايتس لايكلي, 9 ل 10 ده اكيد ابنسايتس. لو جينا دلوقتي نعرف ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع الابندكس, يعني هل الابندكس ديت لازم افكر في حاجات تانية معاها؟ طبعا دي التجميع مينيمونكس كده تبقى معرفاكوا ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع الابندسايتس. كل حرف من دول هو يعتبر كلمة ابندسايتس. الاي طبعا دي الابندسايتس اول حاجة. البي بيلفينج انفلاماتوري ديزيز او البي اي دي خلاص. او البي ممكن يفتكر بيها البيريود, بس احنا مش هنقصد البيريود هنا, نقصد حاجه اسمها الميتل شميرز اللي بيحصل ميد اوفيلاتوري بين نتيجه اللي بيبقى فيه رابشر لجرافين فوليكل. البي البانكرياتيتس. الاي اللي هو اكتوبيك بريجنسي. النيوبلازما او كانسر سيكم. دي دايفرتيكولايتس. الاي انترسسبشن. سي كرونز ديزيز, او سي تفتكر بيها السيست او الاوفاريان سيست تورشن. الانفلاماتوري باول ديزيز او الاي بي دي. تي برضه نفتكر بيها التورجن بتاع الاوفري. الاي نفتكر بيها الاريتابل باول سندروم, يعني الاي عندنا مره خدناها في الانترسسبشن, مره في الانفلاماتوري باول, مره في الاريتابل باول سندروم. الاس اخر حاجه الستون, نفتكر بقى اللي هي ستون رينال ستون او مثلا جولد بلادر ستون كوليستايتس. تمام. لو جينا نتكلم على الماجمنت بتاع واحد عنده زايده,
خلاص امانجه ازاي؟ يعني هدخله العمليات على طول، هديله علاج، هروحه البيت، هقعد في المستشفى. فده الويسترن سوسايتي اوف ايمرجنسي سيرجري عامل لنا الجوريزم جميل جدا، بيقول لك ايه؟ اعملوا الفولاد سكورنج، شوفوا هو هيجيب سكور كام من 10. والله بيقول لك لو اقل من 5 ولا من 5 8 ولا اكتر من 8، وقسمهم لو ريسك وانترميديت ريسك وهاي ريسك. قال لك يا عم اللو ريسك ده العيان ده هوت مفيش حاجه تقلق، ممكن تروحه البيت تديله علاج بسيط وتابعه بالتليفون او يجي لك المستشفى تبص عليه. او ممكن حل تاني، انت ممكن تدخله اندر اوبزرفيشن تديله علاج وتبص عليه كمان 6 ل 8 ساعات وتري اسس تاني السكورنج ده. طب افرض لو هو انترميت ريسك من 5 ل 8، قال لك اعمله سونار. والله السونار ده ايجابي، يعني مطلع الزايده ومطلع الانفلاميشن وكل الحاجات ديت. والله انت ممكن تدخله انتر اوبزرفيشن وتديله علاج وتتابعه كمان 6 ل 8 ساعات وتري اسس سن. او لو لقيته بص برضه ممكن عندك احتمال انك تدخله السيرج على طول. طب افرض بقى عملت سونار وسونار نيجاتيف خالص، هتبص بقى العيان ده اكتر من 60 سنه ولا اقل من 60 سنه؟ والله لو اكتر من 60 سنه لازم تعمله سي تي، وسي تي لو طلع سلبي هتروح العيان، لو طلع ايجابي هتعمل له عمليه، طلع اذر فايندنج هتمانج عن طريق اذر فايندنج خلاص. طب لو طلع عن اقل من 60 سنه عندك امكانيه انت تادمت وتدي له علاج وتتابعه كمان 6 8 ساعات وتشوف الوضع هيبقى ماشي ازاي. طب لو ليه هاي ريسك السكور بتاعه اكتر من 8، تعمله سونار، تعمله سي تي، طلع ايجابي دخله عمليات على طول، طلع سلبي تدور على اسباب تانية للمشكله بتاعتك. لو جينا نتكلم على التريتمنت، احنا بنتريت على حسب الوضع اللي عندي، هل هي انكومبليكيتد ابندكس ولا في ماس ولا في ابسس ولا في بيرفوريشن. والله لو انكومبليكيتد اكيوت ابسايتس والله اعمل لابروسكوبيك ابندكتومي. طبعا الاب او اوبن بس احنا كلنا دلوقتي بنريفير اللاب ابندكس خلاص. لو لقينا ماس، الماس يستحسن ان انت تمانج الماس ديت بالكتيف سيرجري كمان 3 شهور. طب في الفتره ديت انت محتاج ان انت ادميت البيشنت وتديله علاج محاليل و ناثينج اورم ام بي او مضادات حيويه عن طريق ريجيمن كده بنسميه الاوشنر شيرن ريجيمن، وبعد 3 شهور تبقى تدخله تاني الكتيف سيرجري، ممكن لابروسكوبيك تبقى جميله جدا. طب ايه سبب ما دخلناش من الاول؟ طبعا احنا قلنا الادهيجن ما بين البول والمومنتم مع الزايده ممكن ريسك، لو ان اكسبيرينس سيرجن ممكن يحصل باول انجري سيكل انجري ويحصل موربيتي عاليه جدا وممكن توصل لمورتاليتي. طب لو ابسس، ابسس يساوي درينج، عايز تعمل درينج بقى الترا ساوند جايدد بيركوتينيوس درين، او عايز تركب عايز تدرين الابسس عن طريق انت مثلا اكسبلور البيشنت سواء اوبن او لابروسكوبيك. لو بيرفوريت ابندكس عندك الامكانيه اللي انت طبعا لازم تخش على طول اكسبلوريشن سواء اوبن او لابروسكوبيك، لكن لو اكسبيرينس سيرجن يخش لابروسكوبيك طبعا. ديت فيديو بسيط للاب ابندكتومي ستريت فورورد، مستخدمين جهاز اسمه الهارمونيك سكالبل، حسيبكم تتفرجوا عليه. طبعا دلوقتي احنا ماسكين الزايده بكراسبر بايدينا الشمال، وبعد كده بندخل بايدينا اليمين الهارمونيك سكالبل. طبعا ده الاصفر ده الميزو ابندكس، الهارمونيك سكالبل بيبتدي بانجيت الميزو ابندكس. نحاول احنا نمشي قريبين جدا من الوول بتاع الابندكس، منها عشان اعرف اطلع ازاي ده بسهوله من بورت سايت، وطبعا حاجه ثانيه عشان ابعد عن سمول باول والستيكم عشان ما استلش انجري.
فصلنا خاصة أنه بقى أقرب جدا من الجيد الأبندكس. ديت نوت عملها بنعمل دلوقتي حاجة اسمها اكستراكوريال نوت. ديت عقدة بعملها برا وابتدي بنزل النوت بوشر بتاعي عند البيزل أبندكس. باخد عقدتين، دي أول واحدة، دي التانية. وكده خلصنا المحاضرة، أتمنى تكونوا استفدتوا بالمحاضرة بتاعتنا، وإن شاء الله لو في أي أسئلة أو حاجة هنتظرها منكم. شكرا جزيلا.